تعالوا مع بعض نعمل عصير السموزي الجوافة. لو سألتوني بتحب أي نوع من الفواكه وتحب ريحته، والله للأمانة من صغري حاجتين، البطيخة وهي بتتقطع والجوافة وهي بتتفتح كده والبذر بتاعها، مش عارف يعني بتعمل لي سطلانة والله العظيم. بمناسبة الأغنية اللي اسمها سطلانة دي، الجوافة بجد والله العظيم، الجوافة ريحتها قوية جدا. وعلى فكرة والمقادير على الشاشة، وعلى فكرة الريحة بتاعتها بتقعد في الشقة فترة طويلة، يعني ما بتروحش بسهولة. اشتغلنا بإيدينا فيها تلاقي أطراف صوابع إيدك فيها ريحة الجوافة، عاملة زي الخيار البلدي كده زمان لما كنا ناكل الخيار البلدي واحنا بناكلها وناكل نشم ايدينا نشم ريحه الخيار البلدي. ده مش موجود دلوقتي، مش عارف ليه. الواحد لو اكل كيلو خيار ما يحسش انه بياكل خيار. الجوافه البلدي ريحتها بتخش جوه تفاصيل الشقه. حلو، معانا جوافه شلنا البذر منها، معانا جوز الهند، معانا تلج، فين التلج؟ معانا الكاسات. حلو الكلام، تعالوا نعمل سموزي الجوافة بجوز الهند. حلو قوي، هناخد الجوافة. وعلى فكرة هعلمك حاجة تعملي بقى السموزي. احنا كلنا يعني التلاجات والديب فريزر والحاجات ديت ممكن انت نسيتي تحطي تلج، ما عندكيش تلج. الجوافة شيلي منها البذر وحطها في الديب فريزر في كيس كده، خزنيها، طلعها من الفريزر وهي مجمدة وهي مرحلة التبريد القوية، اضربها في الخلاط سموزي بس، وفرت تلج، وفرت مجهود، حط عليها الحليب، طلعت معاك زي الفل. تعالوا نعملها مع بعض كده سريعا. أول حاجة هاخد الجوافة المثلجة دي أحطها في الخلاط. الله، أنا مش بغسل إيدي على فكرة لو قشرت الجوافة ولا كلتها خالص. ممكن أغسل إيدي من مانجا بس الجوافة لا. حطينا الجوافة في الخلاط، هنحط عليها جوز الهند. ده الجديد بقى، سموزي جوافة بجوز الهند، ده الجديد. معلقتين، وتجيبي جوز الهند الناعمة، واخدة بالك يا هند؟ دي جوز الهند. حلو تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ نحط حليب، برضو حليب مسلك. مع ماء مثلج. على فكرة أنا ما بحبش الحليب العصير يكون حليب صافي، لازم أخلطه بماء مثلج كده عشان أستطعم. حلو أوي. خدوا بقى المعلومة اللي جاية، ما ينفعش أحط عسل مع العصير السموزي ده، بحط سكر. ليه يا عم الشيف؟ لأن لو حطيت عسل هيخطف الطعم، أنا عايز أستطعم الجوافة، والجوافة كده كده البلد مسكرة. الجديد قليل من الفانيليا. الله على الريحه، كل ده في قلب الخلاط يا عم الشيف. جربي تعملي السموزي ده وقولي رايك فيه للامانه يعني، مش هنخسر حاجه. في قلب الخلاط، مع السلامه. عليك يا عم الشيف. نعم يا غالي، اللي انا كنت بحطه ده تلج. تلج انا ما رضيتش احطه في الاول لسبب، عايز الخلاط ده يعمر معايا، لسه ايامنا طويله. فالجوافه هنا مثلجه مجمده شويه، فلو حطيت التلج مع الجوافه الاثنين مع بعض احتمال سكينه الخلاط تتاثر،
فخليت لما الجوافه خلاص اتعملت جيت نازل بالتلج واحده واحده. اللهم صل على النبي. يلا الله يا صبابين العصير. اوه حافظين زيدوا حالاته. هي الاغنيه بتقول يا صبابين الشاي زيدوا حالاته. اه احنا بقى بنقول يا صبابين العصير زيدوا حالاته. دول بتوعي. حلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده فيها كلام كتير، سامحوني انا ما بحبش اشتغل وانا ساكت، بس الكلام منه نتيجه. بخش تفاصيل الاكله، بخش في صميم الاكله، التفاصيل التفاصيل. الفراخ عملناها مشويه بطريقه، التركايه بتاعت عصره البرتقال الحموضه مع التوابل اللي انا حطيتها مع الفراخ والكفر بتاعها اكيد خليتها في مكان تاني، تشكيله الخضار مع البصل مع الطعم لطيفه وجميله. عملنا مكرونه سداسيه المكونات او سداسيه التكوين، معرفش جت معايا ازاي، وهنكتبها على السوشيال ميديا، يعني من المكونات السته اللي قبل المكرونه ما تنزل عليهم. عملنا سموزي جامد جدا بجد، فيه طعم جوز الهند مع الجوافه مع حليب مع سكر مع فانيليا، حكايه تانيه وطعم تاني. رؤية فن ابداع بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.